انا اختي جيت باش نشوف لي بي دافيون ماشي ليا، بالنسبه للاخت ديالي كتعيش في المانيا باغا تقطع من ديسلدورف لكازابلانكا. لو بروبليم اللي لقينا اننا منين سمعنا المبادره ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، جينا باش حتى حنا نستافدو من هاد لوفر اللي دارت لاغام. ولكن لو بروبليم اللي كندخلوا لو سيت من عندي انا كيعطيني دي بري خياليه، بحال دابا من دوسلدورف لكازابلانكا كنلقاو 1000 درهم 6000 درهم بار بيرسون، وهما اسره اللي كتكون من 6 الناس، دونك كتوصل المبلغ حتى ل 70000 درهم، الي غوتور كيوليو غاديين ب 140000 درهم باش يدوزوا الكونجي. الوغ بالنسبه للتواجد ديالي بغيت نقطع للاخت ديالي من المان، هي وليداتها هادي صافي دابا 3 جوغ ملي سيدنا الله ينصرو عطى القرار ديالو لتسهيل الدخول ديال الجاليه، مشينا لكاع لي زاجونس ديال لا رويال ماروك والو كنقبطوا لاكو تقريبا 2 اور ولا 3 اور حنا واقفين، ملي كندخلوا لداخل والو ما كاينش لي تيكي، سورتو لالمان وفرنسا ما كاينش لي تيكي، ما فهمناش حنا هاد لي تيكي الليله اللي تعطى القرار لو لوندومان صبحنا في لي زاجونس كاع لي زاجونس درناهم والو ما كاينش تيكي ما كايناش بلاصه، ما كيقول لك حنا بغينا الموا جوي قال لك ما كاينش لا الموا 6 ولا الموا 7 ولا الموا 8 يعني ما كاينش بلاصه، ما كاينش لاجونس فرانكفورت مشدوده، سدوا لهم لاجونس ديال لا رويال اير ماروك اللي كاينه في فرانكفورت مسدوده، كيقولوا لهم شوفوا كلكان د لا فامي اللي قطع لكم من المغرب، وفي المغرب هنا صافي 3 جوغ وحنايا كنقبطوا لاكو 3 جوغ وحنا كنجيو نشوفوا ما كاينش لي بيي سوغ لو سيت لا ميم شوز، ما كاينش لي بيي ما كاينش لي تيكي. لو بروبليم ان الاخت ديالي منين كتحاول تقطع من المانيا البلوك لو سيت لي بلوكي، ملي كتدخل باش دير ريزيرفاسيون كيقولوا لها فيريفي لي دات، اشاك فوا كتبدل لي دات صافي لو سيت لي بلوكي ديال لاغام، دونك ما بقاوش الناس كيقطعوا من برا، حنا جينا نحاولوا نقطعوا لها من المغرب لي بخي طالعين من المغرب، دابا جيت لاجونس باش نشوف واش لو بروبليم غير في السيت ولا كاين حتى لو بروبليم في لاجونس، دونك شنو واقع في لاجونس ما عرفتش، دابا عاد نشوف شنو كاين.